معنا من بنجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى الوزير فيدل جوانجيكا، معنا في هذا الحوار وهو المستشار الأول لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. مرحبا بك سيد فيدل على شاشة العربية. بداية، هناك تساؤلات كبيرة حول وضع مجموعات فاغنر في أفريقيا الوسطى، خاصة أن هناك تقارير تشير إلى انتشارها بشكل كبير في الشمال، في الجنوب، في الشرق. ما الذي يحدث؟ الواقع أن الجنود الروس أو المدربون الروس المنتشرون في جمهورية أفريقيا الوسطى هم موجودون هناك بموافقة الأمم المتحدة، وهم موجودون لتدريب قواتنا، كما يوجد عدد من الجنود الروس الذين يتواجدون على أراضي جمهورية جنوب أو أفريقيا الوسطى من أجل المساعدة في تأمين البلاد بالتعاون مع قوات الدفاع والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى. دولتنا وقعت اتفاق دفاع مع الاتحاد الروسي، وذلك وبناء على هذا الاتفاق بين البلدين قامت روسيا بالتعاقد مع القوة شبه العسكرية الروسية التي هي موجودة عندنا، وقد جاء عدد كافي من أفراد هذه المجموعة ليس فقط لتأمين البلاد، وإنما من أجل أيضا تأمين الاستفتاء الذي سيجرى في جمهورية أفريقيا الوسطى. سيد جوانجيكا، هناك تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تلعبه هذه القوات، خاصة في ظل اتهامات لكم باستخدام قوات فاغنر للإبادة في عدد من المناطق، وقيل أن هناك قرى تمت إبادتها بالكامل عبر قوات فاغنر. ما هذه إلا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي أخبار مزيفة كما يقال باللغة الإنجليزية فيك نيوز. إن وسائل الإعلام معينة تقوم بالترويج لهذه التقارير بتعليمات من الحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية والغرب من أجل الإلحاق الأذى بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الروسي في أفريقيا، ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى. شعب جمهورية أفريقيا الوسطى يعيش في وئام مع الأفراد الروسي المتواجدين على أراضينا، لم يكن هناك أي تجاوزات على أيدي هؤلاء، وبفضل تدخل الجنود الروس من مجموعة فاغنر استطعنا أن ننقذ الديمقراطية في بلادنا، وكذلك بفضل تدخل الجنود الروس استطعنا ملاحقة الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في جمهورية أفريقيا الوسطى التي كانت محتلة بنسبة 80% من قبل جماعات متمردة، وهي الآن استعادت 100% من هذه الأراضي، وهذا يسمح لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى بالحركة بكل حرية، والجمهورية روسيا ساعدت على إنقاذ الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبالتأكيد في بلدان أفريقية أخرى. طيب، الرئيس تودورا استعان بقوات من فاغنر في حرسه الشخصي، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هل لا يثق في جيشه أم يخشى من محاولة انقلاب عليه؟ إن القوات الروسية التي تسمونها فاغنر، هذه القوات توفر الأمن للرئيس وبتعاون مع الحرس الجمهوري، أيضا الحرس الخاص بالرئيس، وهؤلاء موجودون
بالتعاون مع الجنود جمهورية إفريقيا الوسطى الذين حصلوا على تدريب من قبل القوات الروسية. نحن لا نخشى أي انقلاب في بلادنا، وإنما نحن نحظى بالحماية من قبل أول قوة عسكرية ونووية في العالم، وبالتالي نحن لا نخشى أي انقلابات، لأنه بشكل عام الانقلابات العسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى يتم التخطيط لها من قبل القوى الغربية، لا سيما فرنسا التي وضعت يدها على موردنا الطبيعية والتي حالت دون تطور بلادنا. وبالتالي فنحن شهدنا في أقل من 60 عاما، أي بعد الاستقلال، 8 رؤساء الدول، على فيما أن البلدان المجاورة مثل الكاميرون لم يكن لديها إلا رئيسي دولة فقط، ولكن في بلادنا كان هناك مساعي للاستغلال، استغلال مواردنا من قبل فرنسا التي وتحت غطاء عقود مع الرئيس الأول لبلادنا، وهو الذي هو كان هؤلاء الرؤساء عبيدا لفرنسا. وبالتالي يمكن أن نقول إن الموارد الطبيعية لجمهورية إفريقيا الوسطى كانت ملكا لفرنسا، ولكن نحن الآن نريد أن تستقل بلادنا، ونحن نجحنا في نهاية المطاف في توقيع عقد مع الاتحاد الروسي الذي لم يستعمر على الإطلاق أفريقيا، والذي يسعى من أجل مصالح البشرية ككل، سواء كانوا أفارقة أو أولئك الذين يسعون للسلام والحرية. طيب، من يسمعنا الآن، إذا كنتم تريدون التخلص مما أسميتموه باستغلال من قبل فرنسا لمواليدكم لسيادتكم، البعض يطرح هل سيحل النفوذ الروسي محل هذا النفوذ الفرنسي؟ وبالتالي السؤال، إذا أنتم لن تتخلصوا من فرنسا، ولكن ربما استبدلتم فرنسا بروسيا؟ لا، كلا، نحن لا نستبدل فرنسا بروسيا على الإطلاق. وسبب يعود إلى أن فرنسا سحبت قوتها من بلادنا بطريقة أحادية. نحن لم نقم بطردهم من بلادنا، إن فرنسا كانت إلى جانبنا على مدى 60 عاما، وفرنسا وبشكل عام قامت بتدريب قواتنا، فجنرالاتنا حصلوا على التدريب في فرنسا، لكن فرنسا كانت تنظر إلينا على أنها ملكية خاصة لها في القرن 20. هذا أمر لم يعد مقبولا في هذا القرن، وعندما رأوا بأننا قمنا بتوقيع عقد مع روسيا فانسحبت القوات الفرنسا بمحض إرادتها، لأننا طلبنا أسلحة لمحاربة الإرهاب، لأن الأمم المتحدة فرضت حظرا على حصول قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى على السلاح. جيشنا تم حله من قبل النظام السابق، والاتحاد الأوروبي يعتقد بأن إنها معقل للديمقراطية، وكنا نعتقد أن فرنسا بلد حقوق الإنسان وستعمل من أجل السلم والأمن والديمقراطية في العالم، والاتحاد الأوروبي أرسل مدربين إلى جمهورية جنوب أفريقيا لتدريب جنودنا، وقد تم تدريبهم بالعصي وليس بالأسلحة. فجنود الاتحاد الأوروبي سخروا بجنودنا، سخروا منهم ودربوهم بالعصي، وعندما طلبنا منهم تزويدنا بالأسلحة فإن فرنسا ومجلس الأمن للأمم المتحدة أرسلوا أو دفعونا لبحث عن الأسلحة لدى السيد بوتين، والسيد بوتين استغل هذه الفرصة ليعتقد
إعطائنا الأسلحة وتوقيع عقد معنا. نعم. ونحن راضون إذا هذا الأمر. روسيا لا تعود فرنسا، وروسيا لا تأتي لتستغل مواردنا ونفطنا ويورانيوم بلادنا، لأن روسيا بلد واسع لديه ثروات كثيرة، وروسيا لا تحتاج للثروات الطبيعية لجمهورية أفريقيا الوسطى لتصبح ثرية. مع روسيا سيكون لدينا شراكة يكون فيها الطرفان كاسبا لمصلحة جمهورية أفريقيا الوسطى. من بنجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى الوزير فيديل غونجيكا المستشار الأول لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.